هنتكلم النهاردة كلام عملي مش نظري، يعني مش هتلاقيني أكرر لك اللي أنا بشرحه في سنة ثالثة ولا في رابعة. هو مش هتكلم في الكلام ده خالص، هنتكلم عمليا. من ساعة ما يدخل الموكل عندك المكتب أو الأستاذ في المكتب يكلفك أنك أنت تأسس شركة، لغاية ما تجيب له السجل التجاري والبطاقة الضريبية وقرار التأسيس، ما بين ذلك هو حديثنا اليوم. لا هتكلم في قانون، انا هتكلم عمليا. واحنا ماشيين كده هنقول كمحامي دي قانونيتها ايه، دي مادة ايه، دي ظروفها كام، دي تخضع لايه. اولا احنا لما بنتكلم في الشركات، لما بيجي لك الموكل بقول لك والله يا استاذ انا عايز اسس شركة، لازم في البداية أعرف ظروف الموكل ده إيه، عشان أعرف أقول له إحنا هنأسس شركة إيه نوعها. إحنا عندنا نوعين من الشركات، شركات أشخاص وشركات أموال. الفرق بينهم كبير جدا، والفرق بينهم كمحامي هتشوفه لما تشتغل في مشاكل الشركات. هتشوف مشاكل شركات الأفراد وإزاي ما تعرفش تخلخلها في المحكمة، وهتشوف إنه الاستثمار ملهاش ولاية على شركات الأشخاص للأسف الشديد، وهتشوف إنه شركات الأشخاص أن الشريك فيها مسؤول في أمواله الشخصية. يعني لو هو أسس الشركة برأس مال 50,000 جنيه ومعاه 2-3 في شركة التضامن، الشريك المتضامن هنا ضامن لكل الأموال وكل ديون الشركة في أمواله الشخصية، حتى عربيته اللي هو راكبها مسؤول فيها، وللأسف الشديد بننفذ عليه رغم أنه هو ممكن يكون الشركة قبل كده كسبت والشريك الثاني اللي هو مش في الصورة ولا اللي هو جاء عند التنفيذ ما معهوش حاجة. فأنا بنفذ على إيه؟ قال لي معاه، بعرف الشركة أني شريك فيهم معاه وبنفذ عليه. ولذلك لازم تحتاط كويس جدا اول ما يجي لك الموكل، تعرف ظروفه ايه. طب انت سيادتك عايز تشتغل ايه، راس مالك كام، انت الشركات اللي معاك هل انت والاسره واحد؟ يقول لك انا عايز بس سجل تجاري وتقدر بيه عشان اشتغل بيه. طيب انا ممكن اعمل لك منشاه فرديه تشتغل وتقضي الغرض، ممكن اعمل لك شركه الشخص الواحد، ممكن اعمل لك شركه انت وابنك مسؤوليه محدوده. فأنا لازم الأول أول ما يدخل الموكل عندي أعرف هو عايز إيه. إحنا عندنا شركات الأموال اللي هي شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. شركات إيه؟ ذات المسؤولية المحدودة اللي هي صورة مصغرة من المساهمة، هي ولكن المساهمة أسهم ونشرحها بالتفصيل، ولكن المسؤولية المحدودة حصص. المساهمة أي عدد، حتى لو 50-60-100 واحد، المسؤولية المحدودة آخرها 50. المساهمة فيها مجلس إدارة، المسؤولية المحدودة فيها مديرين أو مدير واحد. المساهمة فيها جمعية عامة وجمعية عامة عادية وغير عادية، المسؤولية المحدودة احنا كلها بنسميها جمعية عامة، مش بالتقيد بتاع المساهمة. لكن اللي تنفع للمسؤولية المحدودة ما تنفعش للمساهمة. لو انت عندك موكل عايز يشتغل مع حد واستثماره كبير، ولكن في واحد من الناس ده موظف، يبقى مش هينفع اسس له مسؤولية محدودة. اوديه فين؟ اسس له شركة مساهمة وانزله مكتتب تحت، ويبقى المؤسس فوق غير موظف. طيب المساهمة والمسؤولية المحدودة قلنا شركات أموال، وقلنا إنه في شركات أشخاص، حاجة تانية اللي هي التضامن والتوصية البسيطة، في حاجة تالتة في النص كده اللي هي توصية بالأسهم. دي نوع من الاتنين، خليط ما بين ناس متضامنة في أموالها وناس ما بتتسألش.
الناس المتضامنه في وش الصوره زي التضامن، والناس اللي هي داخله بجنيه وب2 جنيه وب1000 جنيه وب20 جنيه دي مع نفسها، يوم ما تحصل مشكله في الشركه يا عم انت ما لكش عندي غير 1000 جنيه اهي. ودي نوع من انواع الشركات المختلطه. نبتدي بالشركات اللي هي من فوق لتحت. نبتدي بشركات المساهمه. الشركات المساهمه حاليا منتشره جدا جدا جدا. ليه؟ اولا شركه فضفاضه، يعني ينفع بعد كده تدخل فيها 100,000 واحد براحتك ما فيش مشكله، ينفع تزود راس المال، ينفع تدخل فيها في مشاريع كبيره، ليها ستايل معين شغاله بيه، والمسؤوليه المحدوده زيها ما اختلفناش، لكن المسؤوليه المحدوده مش كل الناس بتقول لك انا عايز مسؤوليه محدوده. لما يجي حد عايز ياسس شركه مساهمه، انت كمحامي ليك دور فعال عند التاسيس، وليك دور فعال اثناء التاسيس، وليك دور فعال ما بعد التاسيس. يعني انت طالما اسست شركه ودخلت مكتبك بتاخدها تاسيس، بتاخدها محاضر، بتاخدها جمعيه عامه عاديه، جمعيه عامه غير عاديه، اما تحصل دعوه بطلان على الجمعيه بتاخدها انت، لو دعوه حراسه بتاخدها انت، لو انت عايز تطلع شهادات الاسهم، لو عايز تتمم عمليه خارج المقصوره بيجي للمحامي، فانت اللي بتدير كل ما يتعلق بالشركه المساهمه. وبالتالي انت اول ما يجي لك الموكل عايز ياسس شركه مساهمه بتطلب منه عده طلبات. اللي شغال في الشركات واللي بيتردد على هيئه العمل للاستثمار بيبقى عارف كويس جدا المواد اللي احنا شغالين فيها اللي بتبقى فيها مشاكل وفيها الغام. فلما يجي لك الموكل اول حاجه هتطلب لو هو عايز مساهمه في تاسيسها ما لا يقل عن 3 اشخاص، لازم عشان نأسس الشركه مساهمه يبقوا 3 ومش موظفين. في المسؤوليه المحدوده ينفع 2. طيب اول حاجه تاخد 3 توكيلات مش موظفين، دول هيبقوا مؤسسين. وهتاخد صوره البطاقه بتاعته وتتاكد من البطاقه بتاعته انه هي مش منتهية، عشان لو منتهية مش هتعرف تعمل أي حاجة. أنا بقول لك الحاجات العملية مش هتلاقيها لا في لائحة تنفيذية ولا في كتاب. يعني هتروح الكلام ده بعد ما تخبط مشوار للهيئة العامة للاستثمار سواء كان صلاح سالم ولا أكتوبر، هترجع عشان الرقم البطاقة بتاعته مش متجددة. لو في مستثمر عندك أجنبي لازم الباسبور بتاعه. يعني ما ينفعش تاخد الهويه المدنيه لواحد كويتي ولا واحد سعودي تاسس بيه، مش هيرضوا لانه مش معترف بيها في مصر، معترف بايه؟ بالباسبور بتاعه. وتلاحظ كمان انت بقى محامي محترف، ما ينفعش انك انت تقعد رايح جاي كل شويه للاستاذ ويتعصب عليك. لو هو عمل لك التوكيل بالباسبور يبقى لازم تاخد معاك ايه؟ لازم تاخد معاك ايه؟ باسبور. لو هو عامل لك التوكيل بالبطاقه، لو هو مصري مثلا وعاملها في اي سفاره بره وعملها بالبطاقه لازم تاخد معاك البطاقه، ما تاخدش الباسبور. فبيربطوا ما بين التوكيل ما بين اثبات الشخصيه. بتاخد التوكيلات اول حاجه، التوكيلات 3 مؤسسين، وبتاخد منه اسم الشركه، انت عايز تسمي الشركه ايه. في شركات المساهمه القانون قال انه من الغرض الذي يشتق منه الشركه، كان قبل تعديلات قانون 4 ما كناش ينفع نسمي الشركه باسم شخص، ممنوع المساهمه، لكن دلوقتي ينفع بس بشرط ان يكون احد المؤسسين او المكتتبين اسمه، يعني محمود محي الدين مثلا، لو عايز تسميه محي الدين يبقى لازم في حد من الشركاء يكون اسمه كده اي مكان يعني. فبتاخد منه اسم الشركه وبتاخد منه راس مال الشركه. والله يا ستك احنا ناس شركة بكام؟ احنا عندنا في الشركات المساهمة حاجة اسمها رأس المال المصدر ورأس المال ايه؟ الناس اللي شغالة مرخص بيه. يعني ايه الفرق؟ أنا بقول والله أنا أسس الشركة ب 100 مليون جنيه أو ب 10 مليون جنيه، ده اللي أنا هدفعه حاليا المصدر المدفوع، يبقى المرخص بتاعه 10 أضعاف اللي هو 10 مليون جنيه. لما اجي ارفع راس المال من مليون ل6 يبقى في حدود ايه؟ المرخص بي. انا مش محتاج جمعيه عامه غير عاديه، انا مش محتاج جمعيه عامه غير عاديه،
برفعه بمجلس إدارة ويعتمد من الجمعية العامة وتمشي. ولكن لو عايز أرفع رأس المال ل 11 مليون لازم جمعية عامة إيه؟ غير عادية. فأنت تقول له أنت هتستثمر في حدود كام؟ أنا الحد الأدنى في الشركات المساهمة يا شباب 250 ألف جنيه. عشان أسس شركة مساهمة مصرية لا تقل عن كام؟ 250 ألف. العشر أضعاف بتوعها رأس المال اللي هيبقى مرخص بيها هيبقى 2 مليون ونص. هاخد رأس المال منه، يبقى طلبت منه اسم الشركة، هو اللي يقوله. طلبت منه، لما أطلب اسم الشركة لازم أطلب اسمه واثنين وثلاثة. ليه؟ عشان لما أروح أعمل شهادة اسمها عدم الالتباس من السجل التجاري، ممكن وأنا على الشباك يقول لي لا والله يا أستاذ ده الشركة، ده الشركة دي إيه اسمها؟ موجود. لأنه ما ينفعش شركة مساهمة تبقى زيها زي اسم شركة مساهمة تانية خالص. لازم كل شركة يبقى اسمها مستقل بيها. فأنا لازم من شروط التأسيس يا شباب إن أنا بجيب حاجة من الهيئة العامة للاستثمار من السجل اسمها شهادة عدم التباس، يعني الاسم بتاع الشركة دي مش موجود. فأنا بقول له والله اديني اسم واثنين وثلاثة معايا، عشان وأنا واقف قدام الشباك لما أجيب الشهادة ممكن يكون طالع فأجيب واحدة غيرها. بعد كده بقول له اديني مين المؤسسين؟ المؤسسين طبعا الثلاث توكيلات اللي معاك، وبقول له مين اعضاء مجلس الاداره. لازم ناخد الكلام ده كله من الممكن، ما ينفعش نجتهد فيه عشان ما تحصلش مشكله. لأن بعد ما اسس اي حاجه عايز اعدل فيها مشكله، طالما استلمت قرار التاسيس والسجل التجاري اي كلمه عاوز اعدلها بمشكله. خطاك خطا الموكل ده ملناش فيه، انما قبل كده كله بتاعك. بعد ما تأسس بدقيقة واحدة موضوع انتهى، عايز نعمل تعديل. طب أصحح؟ لا، ما فيش تصحيح خلاص. تاخد منه أسماء أعضاء مجلس الإدارة. القانون بيقول أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن ثلاثة. لازم يبقوا ثلاث أشخاص. أنا بقول لك لما تأسس خليهم أربعة. طيب ليه نخليهم أربعة؟ في ناس بتقول لك لا ثلاثة كويس. طب ما هو ثلاثة كويس. بس الثلاثة دول لو واحد فيهم مات، لو واحد فيهم استقال، لو واحد فيهم مسافر، هيبقى انت شلت الشركة كلها، شلتها شلل تام. لو هو مات وانا عايز اعمل اي اجراء، الاجراء باطل، لانه يبقى فيه كام عضو؟ عضوين بس. هو كده المجلس انعقاده غير صحيح. ده حتى ما ينفعش ادعي، ما ينفعش ادعي الجمعية عامة عشان اعمل انتخابات عشان يجيبوا لي عضو، ما ينفعش. طب ولينا ولينا ليه على نفسي والناس؟ خليهم في وسط، اديني يا عم اربعه خمسه، واحد مات المجلس صحيح، وممكن كلنا بنعمل كده في الشركات. لكن هو اللي قال لك ثلاثه بس، خلاص ثلاثه بس. انت تفهمه، يعني انت كمحامي لازم يبقى لك دور، انت تفهمه انا بعمل كده ليه؟ مش عشان انا لا اعرف ده ولا اعرف ده. خدت منه اسماء اعضاء المجلس، باخد منه مقر الشركة اللي هو العنوان بتاع الشركة. لازم، لأنه في النظام الأساسي هو اللي هيبقى مكتوب عنوان الشركة ومقرها كذا 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 كذا. خدت الخمس ست حاجات دول، بطلع على الهيئة العامة للاستثمار. أول حاجة باخد شهادة عدم الالتباس. طلعت الاسم اللي هو رشحها الموكل، خلاص مفيش مشكلة عندي. بصور توكيلات خمس مرات، بصور شهاده الالتباس خمس مرات، بصور سواء كان الباسبور او البطاقه بتاعته خمس مرات، وبطلع بيهم على اي بنك عشان افتح حاجه اسمها فتح حساب اخد شهاده ايداع. انا بنصح شخصيا ان احنا نتعامل مع بنك اسكندريه في الرهيه عشان هو محترف، يعني تقريبا ما تاخدش اربع ساعات الشهاده وتطلع. زمان كنا بنقعد يعني قبل الطفره اللي انتوا شفتوها دي. انا جت عليا ايام كنت بقى اصحى الساعه 5 ونص عشان الحق اخد الرقم، وكنا بنترمي بره زي في الاستثمار قبل الهيلمان اللي انتوا شفتوه ده. كنا كنا نصحى 5 ونص عشان نروح ناخد رقم بس. ولما تروح 5 ونص كمان تفاجئ ان قدامك مثلا 20 واحد ده عشان تاخد رقم. دلوقتي الدنيا طبعا
فكت خالص. الكلام ده انا بقول لك عليه من سنتين ثلاثه، مش من 20 سنه يعني. فبتاخد الكلام ده كل الورق وتطلع على البنك، تفتح حساب اسمها شركه تحت التاسيس. هيطلب منك تليفونات الناس الاعضاء المؤسسين، المقر بتاع الشركه هيكون فين، الغرض بتاع الشركه، ابلكيشن هتمليه، وهيعمل لك الايداع. المساهمه يا شباب عندنا ميزتين فيها، انك انت ممكن تودع 10% من قيمه راس المال. يعني لو هو هياسسها بمليون، انا اودع كام؟ 100,000. وممكن اودع 25، ممكن اودع 100%، ما عنديش مشكله. فانا بودع كل الناس بتودع 100,000، والقانون قال لك تستكمل خلال 3 شهور. تبقى عشان تبين للمحامي للموكل بتاعك انك انت محامي يعني فت كده وفاهم الدنيا رايحه فين، وتقول انا يا عم مش هدفعك غير ال 100,000 دي وخلاص. بتعمل ايه؟ حاجه اسمها افراج عن راس المال، وتعمل محضر استكمال، وهو واقف في البنك مش هيتحرك، هيفرج وهيحط ال 100,000. هي هياخد ال 100,000 وما بياخدش فلوس، ده ورق، وبيستكمل راس المال، وبتاخد الشهاده بتروح ترفع بيها راس المال. ال 100,000 دي انت ممكن توصلها 600,000 جنيه، وهم الفلوس في البنك باجراءات ذكيه. طبعا الموكل بيتبسط قوي بالكلام ده. وبعد من ال 25 لل 5 لل 100%، انا القانون اداني مكنه ان انا ممكن ارفع راس المال ده بشهاده من مراقب الحسابات. بشهاده من مين؟ من مراقب الحسابات. وانا نسيت اقول لك انه كمان وهو جاي عندك تقول له انت هتعين مراقب حسابات للشركه، ولا انا اللي هعين لك مراقب حسابات؟ لان مراقب الحسابات بيطلب منك 90%. كلنا المكاتب عامله كده، انه في ديل بيننا وبين مكاتب محاسبه. فانت يا اما هتجيب انت واحد من عندك تعينه مراقب حسابات، تبقى مسؤول عنه بس، تبقى مريح الدنيا معاه عشان ما يعملكش مشكله مع الموكل بتاعك، او هو يجيب لك مراقب حسابات وتعينه ما عندوش مشكله. لو هو هيجيب له، خلي بالك، لو انت متعامل مع محمود مثلا مراقب حسابات، فبتصل بيه تقول والله انا عندي شركه ودعوه 1 2 3 4، انا هعينك مراقب حسابات وهنتفق على الاتعاب بتاعتك مع الراجل. طبعا في ديل بينك ما بينه، الامور بتمشي. لكن لو هو اللي هيجيب لك مراقب الحسابات، لازم تخليه يجيب لك حاجه اسمها جواب قبول تعيين. انا لو واحد بتاعي مش محتاج، لكن لو هو غريب لازم يجيب لي ايه؟ قبوله هو، عشان انا همضي انه هو موافق انه يبقى مراقب حسابات للشركه دي، عشان ما ادخلش في مشاكل بعدين. بعد ما اخد الورق ده كله، بطلع على شباك التاسيس المراجعه الاول، براجع الكلام ده كله. لو ما فيهوش مشكله بيديني رقم تاسيس، لو في مشكله بيرجعني من على الشباك. المشاكل 90% بتبقى اجرائيه، وما ينفعش المحامي اللي شغال في الشركات الورق بتاعه يرجع من على الشباك. بتبقى يوم اسود لما يقول لي في المكتب، يقول لي ده احنا ما عملناش كذا عشان كذا. لانه يعني تقريبا انت عيب لما يعني هو بتحصل بس عيب. يعني راجع الورق وانت في المكتب، خد توكيلات بص عليها، بص على البطايق بتاعته، بص على اسماء الشركه كويس، على راس المال كويس، على اعضاء مجلس الاداره، اللي هو شغلك. فما ينفعش تقعد رايح جاي، لا والله ده تقعد 50 يوم في الشركه. لا، الشركه دلوقتي ما تاخدش 24 ساعه على فكره. لو انت رحت يوم بدري الاستثمار، على اخر النهار الموضوع منتهي. بتدخل على شباك التاسيس، وشباك التاسيس لازم تبقى عارف انت رايح تعمل ايه وهتقول ايه. في الشركات الكبيره لازم تبقى مركز كويس جدا 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 في عقد التاسيس والنظام الاساسي بتاعه، لانه انت ممكن تروح تقعد قدام الشباك، الاستاذ سيد الزميل المحامي اللي قاعد في الاستثمار يقول لك اعضاء مجلس الاداره 3 3، الجمعيه العامه تعقد اللي في القاهره ولا في القاهره؟ لا لا، اطبع اتفضل سلام. هل ده ينفع؟ لا، لانك انت هتبقى مستشار الشركه بعد كده، وتحصل مشاكل وتيجي تلاقي انك انت مثلا في النظام الاساسي قايل انه لا تعقد الا في مدينه القاهره واسكندريه. طب يا عم ما القانون اداك مكنه تاني انك انت القاهره او حاجه تانيه.
النظام الأساسي قال لك إنه الجمعية العامة تعقد 50%، طب ما أنت ممكن تخليها 25. طب وأنت كنت فين؟ تيجي مثلا تحصل خلاف، وده 90% بيحصل في الشركات، بيحصل خلاف بين المؤسسين. المحامي يروح المحكمة ياخد على قفاه، أول كلمة يقول لك الله، مش أنت اللي عامل كده؟ هتقعد تتهت بقى ومنظرك يبقى مش كويس. لا، أنا لازم أعرف الموكل، لازم أعرف منه ظروف الشركة عشان أعرف هعين كم عضو مجلس إدارة. الجمعية العامة العادية بتعقد 25، ممكن أخليها 50 ولا أخليها 25، ما فيش مشكلة عندي، ولا 30 ولا 40% زي ما أنا عايز، بس ما تقلش عن 25. والانعقاد التاني أيا ما كانت، الجمعية العامة عقدها فين؟ صلاحيات مجلس الإدارة، الأول كنا بندي صلاحيات، مين اللي هيفرج عن رأس المال؟ ده أنا اللي بحدد وقت التأسيس، ما بستناش إن أنا. اتفضل. حاضر، اتفضل. فرق كبير جدا، مجلس الإدارة اللي هم 3-4 مترشحين واختارتهم الجمعية العامة، الجمعية العامة اللي هم الناس المؤسسين، الناس اللي أسسوا الشركة بيمتلكوا أسهم، ممكن يبقوا 4، ممكن يبقوا 5، ممكن يبقوا 50، ممكن يبقوا 100، دول اسمهم الجمعية العامة، هم دول أصحاب الشركة. أصحاب الشركة المفروض إنهم يجتمعوا كل سنة يختاروا مجلس إدارة معبر عن إرادتهم. فمجلس الإدارة ممثل لإرادة الجمعية العامة اللي هو مسيطر على الشركة. مجلس الإدارة ده صورة مصغرة من الجمعية العامة. مين اللي يملك يحاسبه ويراقبه؟ الجمعية العامة اللي هي عينته، لكن هو صورة مصغرة من الجمعية العامة. المجلس عندنا لما بنعتمد قرار المجلس ملهوش ليك شوف حضور، أي نعم، وإمضاءات كله أمين السر، لكن الجمعية العامة ليها دعوات وليها قبلها ب 21 يوم أنا بدعي لها، والدعوة تكون في البريد، وإنه سواء كان هيجي أو يستلمها باليد، وإنه اجتماع بيتحدد فيه أنصبة، بيكون حاضر فيه مراقب الحسابات، مجلس الإدارة ما بيحضرش فيه مراقب الحسابات، بيكون فيه فارزي أصوات عشان أقول إنه نسبة عندنا نسبة الحضور مظبوطة تبقى للنصاب من عدمه، ده كله في الجمعيات العامة. وكل المشاكل بتحصل عندنا في الجمعيات العامة من مشاكل إجرائية مش مشاكل موضوعية. بطلان الجمعيات دايما بيجي من خطأ إجرائي، حاجة أنت عملتها وما خدتش بالك منها بتقع فيها. بعد كده بعد ما خلص الكلام ده كله واطلع أسست الشركة، مراقب الحسابات اتعين وبتعين سيادتك مستشار قانوني للشركة. بعد كده باخد حاجة اسمها سجل تجاه قرار تأسيس الشركة. قرار التأسيس ده اللي هو فيه 5-7 بنود في الأول خالص، اسم الشركة ورأس مال الشركة ومادة 6 و7، المادة 6 بتاعت رأس المال، المادة 7 بتاعت هيكل الملكية، عنوان الشركة فين، مقر الشركة فين، غرض الشركة ايه. طلع القرار بتاعها، انا كده باخد السجل التجاري. ولما انا باخد السجل التجاري قبل ما استلمه لازم اراجعه كويس جدا، الغرض بتاعها زي الراجل ما قال لي ولا لا، اعضاء مجلس الاداره زي ما انا عايز ولا لا، الراجل اللي هيفرج عن راس المال زي ما الراجل عايز ولا لا، عنوان الشركه زي ما انا عايز. ممكن يكون في غلط في الاول، كل حاجه نعرف نتداركها، انما بعد كده تبقى مشكله. بعد ما اخد الكلام ده كله بطلع اخد البطاقه الضريبيه، باخد اعاده تاسيس، بحط عليه دمغه، وباخد سجل تجاري، وباخد القرار، وبروح اخد البطاقه الضريبيه. خلصت كده الشركه، كده اصبحت عندي شركه مساهمه مصريه ليها هيكل. كنا زمان بندي اختصاصات في الاول واحنا بناسس، فلان رئيس مجلس اداره وفلان نائب رئيس مجلس اداره، وبندي لهم اختصاصات. دلوقتي لا، انت شكل المجلس وانت بتاسس، لكن الاختصاصات دي تديها جمعيه عامه زي ما بتقول كده. بنعمل حاجة اسمها ايه؟ جمعية تأسيسية. يعني ايه جمعية تأسيسية؟ هو الناس نايمة ولا انا اللي
اللي مش عارف اوصل معلومه. الناس اللي نامت ولا انا مش عارف اوصل معلومه؟ ما هو يا انا العيب هنا يا العيب هنا. لو كان العيب هنا نصوبه. طيب لما اعمل لازم اول خطوه اعملها بعد كده هعمل حاجه اسمها جمعيه تاسيسيه للشركه. الجمعيه التاسيسيه للشركه فيها ميزه للمحامي او وكيل المؤسسين، وفيها ميزه للناس، وفيها اجبار ان هم يشكلوا مجلس اداره. الميزه الرئيسيه ان انا بعمل حاجه اسمها ابراء ذمه وكيل المؤسسين. يعني ايه ابراء ذمه وكيل المؤسسين؟ لو سيادتك انت وكيل المؤسسين واسست الشركه وجبت المصاريف بتاعته وخدت الاتعاب بتاعتك، بعمل بعرضها على الجمعيه العامه عشان ايه؟ اخلي مسؤوليتي. ده احسن حاجه في الجمعيه التاسيسيه. وبعتمد مصاريف التاسيس من مراقب الحسابات، وبعتمد مكافاه مراقب الحسابات، ده في الجمعيه التاسيسيه الاولى. وبعد كده بدي صلاحيات بقى. الصلاحيات دي مش بتاعتنا احنا، الصلاحيات دي بتاعت مين؟ مجلس الاداره. والله انت عايز رئيس مجلس الاداره صلاحيات منفرده اكتب له. عايز صلاحيات مقيده مع عضو اخر اكتب له. عايز تسيبها لي هو منفردا وما يوكلش غيره ماشي. عايز تسمح له ان هو وله توكيل كل او بعض او تفويض فيما ذكر ماشي. وكل كلمه في الكلام ده اللي احنا بنقوله يا شباب ليه مدلوله ليه وليه اهميه. يعني انا لما اسس الشركه واعمل جمعيه تاسيسيه وادي الرئيس مجلس الاداره كل الصلاحيات منفردا بدون مرجع ليه هو، ممكن تحصل خلاف. طب احنا مش عايزينك تمد انت وحدك، احنا عايزين واحد معاك تاني، وده بتحصل كتير. خلاص يبقى انت اللي تختار مش انا، ودايما يبقى مكتوب. ولما يكون موكل عندك دايما تقول له طب ابعت لي اللي انت عايزه على واتساب، عشان لما يجي يقول لك انا ما قلتش. وبتحصل كتير قوي. لا انا ما كنتش عايز كده. اتفضل. ده مش كلامك ولا كلامي انا؟ فلازم كل حاجه تاخدها من الموكل موثقه، عشان لما تيجي تعدل هتبقى مشكله وبمصاريف وباتعاب تاني، فما تشيلهاش انت. هو يغلط ونايم براحته، لكن مش هو يغلط وشايل لي انا غلطه. بتدي الصلاحيات في اول جمعيه تاسيسيه وتقول له انت عايز تفوض حد في السلطات دي ولا مش عايز. يعني لو كنا في شركة استثمار عقاري وقفلتها عليه وقلت الصلاحيات كلها الرئيس مجلس الإدارة يبيع ويشتري ويرهن ويدي 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 وسكت بس، وهو الراجل مش فاضي دايما بره، كل ما تكلمه يقول لك بره. طب ولا يجي يتعاقد على فيلا ولا يتعاقد على شقة بثلاثة أربعة مليون، عايز مين صفة وسند وسلطة الراجل اللي هيمضي معاه على العقد؟ نجيب السجل التجاري للشركة نلاقي الصلاحيات كلها ليه هو، ده حتى ما فيهوش بند وله توكيل أو تفويض الغير. طب ما ينفعش. يبقى أنا كده بقى لو أنا محامي رايح مع واحد أشتري شقة أو أشتري أي حاجة من شركة، لازم أطلب حاجة اسمها السلطة والصفة. مين اللي أنا بتعامل معاه؟ هل الأستاذ ده اللي قاعد قدامي اللي هو بتاع السيلز بتاع المبيعات هو اللي هيمضي لي؟ طب ايه صفته؟ مين هو؟ لازم اطلب السجل التجاري. والله السجل التجاري فيه سين، يبقى سين ده او صاد مفوضه. طب لو سين مش موجود لازم افوض حد. فانت سيادتك تقول لو انت موجود دايما خلاص، ولكن لو ليك تفويض حد قول لي عشان نعمل حسابها دلوقتي في الصلاحيات. فانا لما بقول وله تفويض الغير في ذلك، يطلع تفويض والله رئيس مجلس الإدارة فوض فلان بالتوقيع على العقود، يبقى كده إيه؟ ما عنديش مشكلة. في قرار وفي تفويض، وإنه صلاحياته كمان في السجل التجاري تبيح له إنه هو يعمل إيه؟ يفوض غيره. لأنه السجل التجاري لو ما أبحلوش إنه يفوض وهو فوض ما ينفعش. لو حصلت نزاعات في الشركة البيع ده ملوش صفة. مين هو اللي ماضي ده محامي الشركة؟ طب وأنا مالي بمحامي الشركة؟ لكن لو هو مفوضه
خلاص مفيش مشكلة يمكن. فأنت في الجمعية التأسيسية بتفهموا الكلام ده كله. بعد ما تعتمد الجمعية التأسيسية بتروح تأشر بيها في السجل التجاري بالصلاحيات. الصلاحيات زي ما قلنا، لو حد أثناء فترة التأسيس وبعد أنت ما أسست واختلفوا على مجلس الإدارة، تاخدها فرصة في الجمعية التأسيسية بتستقيل، يستقيل عضو ويتقدم عضو آخر سواء كان من ذوي الخبرة أو من المؤسسين، مش هتفرق معانا خالص، وتعينه فرصة بقى في الجمعية. النظام الأساسي المادة 21 اللي فيها أعضاء مجلس الإدارة مفروض إنها تتغير، ولكن ما حدش بيعمل كده. كلنا بنأشر بالتغيير فين؟ في السجل التجاري، على أن يعرض على أقرب جمعية، على وما بنغيرش يعني المادة، لأن أي تغيير يا شباب في النظام الأساسي بيحتاج جمعية عامة غير عادية، غير عادية مش عادية. الفرق بين ده وبين ده كبير جدا، أنا أشرحه لما نوصل. فرق بين الجمعية العامة العادية والجمعية العامة كتير، في حاجات كتير قوي. طيب اعتمدت أنا وأشرت كده، هو معاه شركة مساهمة ليها سجل تجاري تضريبية، ليها مجلس إدارة مكون تكون صحيح، ليها صلاحيات. موضوع بالنسبة لي كده، تفضل موضوعك انت. طب دوري بعد كده في ايه؟ دوري أنا كمحامي للشركة اللي أنا أسستها، أي تعامل هيتم قانوني في ورق الشركة لازم تبقى أنت في الصورة فيه. يعني اعتماد مجلس الإدارة ده شغل محاسبين، بس احنا بناخده كالمكاتب لأنه في أمور بتبقى احنا عارفينها أكتر من المحاسب، بيبقى أنت دايما مع الموكل اللي بيأسس عندك شركة، دايما شغل بيبقى كله عندك في المكتب، فبتبقى عارف الدنيا ماشية إزاي. اعتماد مجلس الإدارة، لو أنا عايز أعمل مجلس إدارة يا شباب، مجلس الإدارة ليه بباجة معينة كده، اجتماع مجلس إدارة شركة كذا مؤسسة وفقا لأحكام قانون 59 ولا 72 أيا ما كانت، سجل تجاري كذا وعنوانها كذا، واجتمعت في مقر الشركة رقم كذا، والأعضاء فلان وفلان، وانتخبوا تعيين أمين السر، وبتقول القرارات، قرار الأول كذا كذا، وقرار بتاعه إيه، جدول الأعمال بيقول كذا كذا، وتوصلنا لكذا كذا، القرار فيه كذا كذا. بعد ما تخلص الكلام ده فيه إقرار، حاجة اسمها إقرار، تبقى في آخر المحضر. زمان كنا بنعمل الإقرار ده منفرد، دلوقتي قالك لا، لازم يبقى في المحضر نفسه. المحضر في ورقة اثنين، يبقى في المحضر نفسه كده صيغة إقرار من رئيس مجلس الإدارة إنه كل الورق والكلام ده كله على مسؤولية الشخصية، وبيمضيها، وبناخد حاجة معنا اسمها كشف الحضور، كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة، وطلب موجود على الويب سايت بتاع الهيئة العامة للاستثمار، والطلب بتاع الاعتماد للرئيس الإدارة المركزية، وبروح أعتمد المحضر ده. طيب أنا عشان أعتمد المحضر باخد إيه معايا يا شباب؟ يعني أنا وأنا رايح أعتمد محضر جمعية، محضر مجلس إدارة، أو محضر جمعية عامة عادية، أو محضر جمعية عامة غير عادية، باخد معايا السجل التجاري ما يكونش مر عليه 3 شهور للشركة، باخد إعادة تأسيس أو نظام الأساسي للشركة، ده بالنسبة لمجلس الإدارة، وبروح أسلمهم، أسلم الصورة وأخد الأصل معايا، إلا ال جمعيات ليها ورق تاني هنتكلم فيه خاص بالدعوات وخاص بال، سواء كان مكتتاب عام او كتاب مغلق. بعد كده بورد رسوم 300 جنيه تاني تقريبا يعني، بسلمه في نفس اليوم او تاني يوم. اما لو كانت في جمعيه عامه لازم نفرق، انا هعمل جمعيه عامه عاديه ولا جمعيه عامه غير عاديه؟ طيب ايه الفرق؟ هو ما يعرفش، هو الموكل جاي لك وعايز يعمل شغل، لا هو يعرف جمعية عامة عادية ولا جمعية عامة غير عادية، هو عايز منك 1 2 3. الجمعية العامة الغير عادية القانون حدد اختصاصاتها، لأنه بتكون أناط بيها نوع من الضمانات أكثر من الجمعية العامة العادية. الجمعية العامة العادية
تعقد النصاب بتاعها 25% من الشركة، يعني ربع الشركة يعملوا جمعية. وفي الانعقاد الثاني الانعقاد صحيح أيا كان عدد الحضور، يعني طالما أنت في الدعوة قلت اجتماع أول واجتماع ثاني، الاجتماع الأول 25 ما اكتملش ينعقد الاجتماع الثاني صحة القرارات، وده بيكون منصوص عليه فين؟ وانت بتأسس يدك في النظام الأساسي للشركة. الجمعية العامة العادية قراراتها دايما ما بتتحكمش في الأمور المفصلية للشركة، دايما الأمور المفصلية في الشركة بتتحكم فيها الجمعية العامة غير عادية. زي ايه؟ تغيير اسم الشركة جمعية غير عادية، زيادة رأس مال الشركة جمعية غير عادية، غير عادية. لو الشركة انتهت، أنا محدد لها في النظام الأساسي 10 سنين أو 15 سنة وانتهت، مين اللي جدد الشركة؟ غير عادية. رفع رأس مال الشركة سواء بالاكتتاب دخول مساهمين جدد أو نفس المساهمين جمعية عامة غير عادية. انقضاء الشركة وتصفيتها جمعية عامة غير عادية. ليه؟ لأنه الجمعية العامة غير عادية القانون أحطها قال لك 50% والاجتماع الثاني يبقى 25%، ضمانات هنا أكتر. الجمعية العامة العادية 25 والاجتماع الثاني صحيح، هنا 50 والاجتماع الثاني 25. الجمعية العامة الغير العادية مختصة بأي تغيير نظام أساسي في الشركة، الجمعية العامة الغير العادية ما بتغيرش في أي نظام أساسي. هيكل الملكية المادة 7 كل مشاكلنا فيه، المادة 6 والمادة 7 هم عليهم الشغل كتير جدا. 6 بتاع رأس المال و7 بتاع هيكل الملكية، اللي بغير ده كله ايه؟ الجمعية العامة غير العادية. لما تيجي في المحضر الجمعية أول حاجة احنا بنوجه الدعوات لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة. الأول كانت 15 يوم قبل الجمعية ب15 يوم، دلوقتي قبل الجمعية ب21 يوم. قبل الجمعية بكام؟ ب21 يوم، مش منهم اليوم اللي أنت هتبعت فيه ولا اليوم اللي هتنعقد منه الجمعية، يعني احنا كده دخلنا في 23 يوم. المواعيد دي مواعيد تنظيمية، لو فيها يوم زيادة مش مشكلة، نقصان مش هتعتمد الجمعية بتاعتك. المواعيد دي مواعيد تنظيمية، يعني ما فيهاش كلام. الدعوات اللي أنا ببعتها موجهة من رئيس مجلس الإدارة لجميع السادة المساهمين اللي هم الجمعية العامة كلها والأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، لازم أبعته. بقى عندي الهيئة العامة للاستثمار 3 شارع صلاح سالم، عندي الهيئة العامة للرقابة المالية القرية الذكية، عندي أو ممكن أبعتها لها وسط البلد هنا وبيتصرفوا، يعني عندي مراقب الحسابات، عندي المساهمين. الدعوات دي كلها لازم تبقى معايا ومعايا ما يفيد إرساله بالبريد. بعمل حفظة كل واحد اسمه وقدامه العنوان بتاعه، اسمه وقدامه العنوان بتاعه. واحتياطيا بعمل حاجة اسمها كشف استلام دعوات باليد، اللي يجي بمضيه، ما هو حضر خلاص، اللي يجي بمضيه. لازم ابعت لمراقب الحسابات ولازم يكون حاضر، لان لو ما حضرش فيها بطلان ومش هتعتمد اصلا. لازم، لانه لازم يمضي عليها ولازم يختمها. مش هعرف اعتمد يا شباب لا جمعية عامة لا عادية ولا غير عادية الا بحضور مراقب الحسابات وباعتماده. بعد ما اوجه الدعوة للناس دي كلها بسيب لهم 21-23 يوم. هو دلوقتي في لغط، كان القانون بيقول لك في حاله اني انا ادعي عن طريق جرايد،
كنا بنبعت، القانون قال انه هو يمكن توجيه الدعوة في جريدتين واسعتين الانتشار، اول واحدة وبعدين بعدها باسبوع. لما كنا بنعمل كده يقول لك هات لي ما يفيد ارسال الدعوة دي للعنوان بتاعه زيه وزي ايه الدعوة عن طريق البريد. طبعا عملنا فيها مشاكل وصارت بينا احيانا في شركات عندك يبقى 500 و600 واحد، طب انا هبعت لمين وابعت لمين؟ كانت مره بتعدي ومره بتحصل مشكله ومره ما بتعديش، لغايه دلوقتي ما طلع الكتاب الدوري لسه من اسبوع حصل تعديل صدقت عليه الوزيره انه انا طالما بعت مش ملزم اني انا اسلم بالبريد، طالما عملت اعلان في الجرايد خلاص ده يكفي، بس وانا بروح اعتمد لازم اخد معايا ايه الاعلان نفسه ده وما بعتهوش بالبريد على المساهم ولا على مراقب الحسابات خلاص. دي يعني فيها تيسير للشركات الكبيره، لكن ده طريقه من طريق الدعوات مش هي الوحيده، تظل الدعاوى البريديه هي بالنسبه لنا العمل السائد في الشركات، وكمان عشان النشر مكلف، يعني النشر الواحد بيوصل ل 2000 و 3000، فدي مش كل شركه هتحمل الكلام ده. يعني بعد ما بدعي بيتعمل جمعيه لازم انص عليه في الدعوه بتاعتي، كانت جمعيه عامه عاديه ولا غير عاديه، وبقول الدعوه مهمه جدا جدا جدا، لانه لو في بند مش موجود في الدعوه ما ينفعش الجمعيه تناقشه، هيبقى الشكل بتاعها مش مكتمل. بمعنى لازم اعرف انا بدعي ليه، انا بدعي عشان اعين مجلس اداره، انا بدعي عشان اعزل مجلس اداره، انا بدعي عشان ادي مكافاه لمجلس اداره، انا بدعي عشان اعزل مراقب الحسابات، انا بدعي عشان ادي مكافاه مراقب الحسابات، انا بدعي عشان اعين مراقب حسابات تاني للشركه. ايا ما كان الدعوه لازم تكون بنود الاجتماع اللي احنا هنجتمع عليه موجود فين؟ في الدعوه. وعندنا احنا في الشركات المساهمه القانون اجاز انه المساهم ينيب عنه مساهم، فينفع ان المساهم بس في حدود 10% ما يزيدش عن كده، فينفع ان هو يكون منيب. فانا بقول له في الدعوه والله انت هتحضر سيادتك بشخصك او تنيب غيرك، ولازم الانابه هنا تكون انت عايزها ايه. لو انت عارف ان المساهم ده مشاكس ممكن يعمل مشكله وممكن بعد ما يفوض واحد يقول لك انا ما فوضتش، انت اللي بتحدد، بتقول له انا عايز الكتاب الانابه دي رسميه توكيل عام رسمي حضور الجمعيه، او انت اللي بتحدد مش القانون، او عايز التفويض، القانون قال لك يكون تفويض او توكيل، فالدعوه هي اللي بتحدد. دلوقتي احنا لما بنكون مشكله في شركه بقول له لا انا عايز تفويض وعايز عليه صحه توقيع بنكي، يعني فوضت انا فلان الفلاني المساهم بشركه كذا، فوضت عني فلان الفلاني في حضور اجتماع مجلس الجمعيه العامه العاديه او غير عاديه المنعقد بمقر الشركه بتاريخ كذا، وهو يمضي بس يجيب لي على التوقيع ده ايه؟ على يمضي بتاعته صحه توقيع بنك من التوقيع ده بتاعه، عشان ما يجيش بعد كده يقول لي ايه التوقيع ده انا ما اعرفهوش. او توكيل رسمي، روح الشهر العقاري وانا فوضت وكلت فلان انه يحضر عني. الكلام ده كله لازم يكون موجود في الدعوه. في الجمعيات العامه العاديه ينفع احدد ميعاد انعقاد الجلسه الثانيه، يعني بقول لو انت ما جيتش النهارده ما اكتملش العدد النهارده فانا هعمل اجتماع تاني في نفس اليوم، ممكن ينفع في الجمعيه العامه الايه العاديه، كان ما ينفعش في الغير العاديه لان القانون احتاط لها جدا لانه دي مفصليه، واعقد في نفس اليوم الانعقاد التاني ده يكون ايه صحيح ايا ما كان. الدعوة اللي هتوجه لأعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والمراقب الحسابات بيكون فيها شكل
جدول اعمال الاجتماع رايح فين. ما ينفعش الجمعيه في بند بنك ما يستجد من اعمال في الجمعيه العامه يمشي، لكن في غير العاديه ما يمشيش. وفي العاديه دلوقتي ما يقول لك مش مدرج وتحصل فيه مشاكل. بعد كده بيحرر المحضر وتاخد قراراته، وانا عشان اروح اعتمده من الهيئه العامه للاستثمار باخد كشوف ارسال الدعوات، صوره من الدعوه مختومه بختم الشركه، وباخد المحضر نفسه جمعيه موقع عليه رئيس مجلس الاداره من مراقب الحسابات ومختوم بالختم بتاعه، ومن فارز الاصوات الناس اللي اول ما ابتدت قالوا انه والله حضر الاجتماع فلان وفلان وفلان بعدد اصوات كذا كذا كذا، وهي ممثله الاسهم كذا كذا، وانه اجتماع كان لو كان عدى ال 25 يبقى الاجتماع هنا ايه؟ صحيح، لو ما عداش يبقى خلاص هيقول انه مش صحيح. ده اسمه فارزي اصوات، وباخدهم توقيعات عليها، باخد كشف حضور الساده المساهمين، كشف الحضور غير كشف ارسال الدعوات. باخد كشف حضور الساده المساهمين كلهم وكشف حضور اعضاء مجلس الاداره، خلي بالك منفصل. يعني كشف حضور اعضاء مجلس الاداره هنا غير هنا. لو في استقالات، لو في استقال او استقال عضو مجلس اداره ودخول عضو، لو في استقالات باخدها، باخد استقاله الحيه ويمدل عليها مفهوم ختم الشركه ويأشر عليها رئيس مجلس الاداره. طيب لو كان المستقيل رئيس مجلس الاداره الاسنان الناس نامت، طب انا صاحي الساعه 6:30 ومعايا مواعيد والله لغايه 10، لو انتوا الساعه كام دلوقتي؟ لو انتوا هتناموا نوفر على اصل الكلام ده انا عارفه، فانا هقعد ومش باخد فلوس هقعد انا حرف نفسي على ايه ولا ايه؟ الكلام ده انا عارفه، انتوا نمتوا خلاص يعني هقعد اتعب ليه؟ معالي النقيب والله يعني حتى ما جابليش شاي. انت ما رضيتش، انت اللي ما رضيتش. فلو انتوا نايمين خلاص يعني مش هينفع اتكلم. اكمل فين؟ الناس كلها نايمه. يعني انتوا جايين اجباري؟ سؤال، يعني جايين اجباري؟ طب حتى لو جايين اجباري انا استفدت من الزميل اللي كان يشرح رغم ان انا شغال في التحكيم. طالما انا جيت لازم استفاد، فانا قاعد منصف. يعني هو قال معلومه انا ما كنتش عارفها بتاع السودان ده، ما كنتش عارفها بجد رغم ان انا شغال تحكيم. فانا جيت هنا طالما انتوا نايمين نمشي. اه طب خلاص نمشي والله. اكمل ايه يا عم؟ انا نمت اصلا والله نمت. طب انا كنت بشرح في ايه؟ طب لو استقال رئيس مجلس الإدارة مين بقى يمضي؟ لا والله بتكلم جد. اجتمع المجلس، اجتمعت الجمعية العامة وقدم او اجتمع مجلس الإدارة وتقدم لاستقالة رئيس المجلس، مين اللي هيمضي؟ ما هو اللي بيعتمد القرارات أصلا، واللي بيمضي مين؟ طالما ما أشرناش بيه في السجل التجاري فهو رئيس مجلس الإدارة. لأن المادة 32 عندنا في النظام الأساسي بتقول مين يمثل الشركة أمام القضاء؟ رئيس مجلس الإدارة. وإن كان القانون 4/2018 احتاط للموضوع ده وقال لك ممكن حد تاني يبقى إيه؟ ممثل للشركة أمام القضاء. طب إيه سببه؟ سببه ان واحد المستثمرين الخليجيين وهو جاي من المطار قالوا له انت عليك حكم. حكم ايه؟ كان بيبني في مشروع عقاري وعملوا مخالفه، هو ولا في دماغه ولا يعرف الكلام الفاضي ده، وعملوا مخالفه وتحرروا محضر مخالفه اعمال ونزل جون ونزل جون واتحبس. والراجل فهو داخل مش مصدق حكم ايه؟ ف
كلم مجلس الوزراء على طول لانه بيتكلم بيلعب في مليارات، فكلم مجلس الوزراء ده انا عليه حكم، حكم ايه؟ طب مش تقولوا لي. وكان شد وجذب ان انا هاخد استثماراته وهسحب، وفعلا دي حست يعني كان ده موقع عندي في المكتب وكان مشكله كبيره. فالقانون قال لك لا، يعني مش تحس لي الثلاث تعديلات، وان كان القضاه بيضربوا بالكلام ده عرض الحال. تعديل حصل في قانون الاستثمار قال لك لا يعاقب المدير الفعلي للشركات المساهمة الا اذا ثبت انه عالم بالمخالفه واشترك فيها، وده طبعا يستحيل يتحقق. طب والله العظيم ثلاثه، انا عندي رجل اعمال راس مال يعدل 2 مليار جنيه، كان محبوس في عربيه خبطت واحد من الشركات اللي عنده فرع في اسكندريه، والحكم جه عليه هو لان الشركه العربيه باسم مين؟ باسم الشركه، العربيه باسم شركه سين. وكيل النيابه راح مستعلم مين؟ مين سين؟ رئيس مجلس اداره فلان، راح واخد حكم. والله العظيم ثلاثه لما جابوا لي الملف هو كان هيجاني الحكم ايه؟ مش ممكن، مستحيل يكون عليه احكام. طب ده وانت ده احنا ما مش بتاعتنا احنا. واكتشفها ازاي بقى وهو بجدد رخصه السلاح بتاعته؟ قال له ده انت عليك حكم. انا علي حكم؟ اه عليك حكم. ورحنا لقيناها عربيه من عربيات الشركه خبطت واحد، نزلت الجنحه باسم الشركه اللي هو رئيس مجلس الاداره فلان، اللي هو حاجه ما يعرفهاش، ولا اصلا السواق اللي هو كان سيده ما يعرفوش اصلا. طبعا الكلام ده فيه عده تشريعات صدرت في الست سبع شهور الاخيره حاولت تتفادى الموضوع ده. فرئيس مجلس الاداره لو استقال مين اللي هيقبل الاستقاله؟ المجلس. خلاص. بس لازم المجلس يعيد تشكيل المجلس. ما هو مش هيبقى كده يعني خلاص، لانه عندنا احنا في النظام الاساسي المجلس لازم يعيد تشكيل المجلس. لو انت سيادتك هنا مؤسس بثلاثة بس واستقال واحد خلصت باظت الدنيا. عشان اعمل الكلام ده لازم اقدم طلب للهيئه العامه للاستثمار، هي اللي تعقد الجمعيه العامه عشان هي اللي ترشح مجلس اداره عشان اعمل مجلس اداره جديد. مين اللي هيعيده؟ ما هو في حاجتين. استقال المجلس كام واحد؟ اكتر من ثلاثه، يشكلوه مع بعض وبعدين يعرض على اقرب جمعيه عامه عاديه. مجلس الإدارة جمعية عامة عادية. الغير عادية اللي بيتغير كيان الشركة. أي تغيير في النظام الأساسي ده غير عادية. ولكن العادية تشكيل مجلس إدارة، إعادة تشكيل مجلس إدارة، مراقب حسابات، ده كله جمعية عامة عادية، مفيش مشكلة فيه. طيب بعد ما يوقعوا لي بطلع بالجمعية على هيئة العامة للاستثمار. لو كان في الشركة ناس أجانب دي مشكلة. في عندنا ست سبع جنسيات لا داعي لذكر أسمائهم، تعرفهم لما تروح الهيئة. لو في أي شركة هيوقفوا لك الدنيا. والموضوع ده اتكلمنا فيه وأنا اتكلمت فيه والله مع الوزيرة شخصيا. وقالت لي مسألة الدراسة الأمنية دي احنا لازم نشوف لها حل. كل حاجة. لو في الشركة عندك أجانب خمس جنسيات على سبيل الحظ، الباقي كله ولا في دماغك. يعني على سبيل المثال لو سعودي أسس وأنت كويتي وأنت مع نفسك على طول كده. في بعض الجنسيات الصينيين، السوريين، قطريين، بنجلاديش، لا تركيا انا ما جربتش. الصينيين انا قعدت ست شهور عشان اخد الموافقه الامنيه. ست شهور. ولما سالت عرفت العجب ومعاهم حق. والسوريين لما احتجيت وتذمرت عرفت وطلع معاهم حق. وعلى فكره دايما لما بننتقد حاجه لازم الاول نفهمها.
لاني انا لما احتجيت على جنسيه معينه وكبرت الامور وخدت الموافقه ضحك علي. بعد ما اسسنا الشركه على اساس انه هجيب استثمارات وفلوس وهيلمانات وبتاع وضغطت له وخدناها وبقول له نشتغل فيها، قال لي لا نشتغل انا عايزها كده عشان يعني انت مش هتستثمر، قال لا 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 مش وقت. الكلام اللي بيقوله الامن حقيقي في جنسيات معينه مش جايه تستثمر. فلما تعرف وتسال تعرف انه فعلا الناس دي مش بتمنع عشان حاجه، بتمنع عشان هو الايرانيين. انا كان عندي مشكله في شركه حكوميه فيها جماعه ايرانيين، والايرانيين دول ما نعرفش كانوا هم يعني اصلا دي شركه حكوميه مش شركه قطاع خاص، وعشان ناخد الموافقه قعدت سنه ونص. فلو عندك انت اي جنسيه في شركه معينه وانت بعد ما تاخد الورق ده كله بحاجه اسمها الدراسه لانه او استعلام الامن، لازم الاول تقدم البطاقه بتاعته وتدي البيانات عشان تاخد استعلام الامن عنه. وانت بتعدل في نظام الشركه لو هتدخل مساهمين جدد او هتطلع ناس بتعمل الماده قبل التعديل، ماده 5 مثلا هيكل ملكيه الشركه، فلان يملك كذا سهم، قيمه السهم زي ما هو موجود في النظام الاساسي اللي انت اسست بيه، ده اسمه هيكل الملكيه، ده اسمها قبل التعديل. ولازم تنص في العقد على بعد التعديل هيبقى ايه لانك انت هتغير، فما ينفعش تذكر لي قبل ما تذكرش بعد، او ما ينفعش تذكر لي بعد وما تذكرش قبل، لازم تخلي بالك عشان ما ترجعش، عشان منظرك ما يبقاش وحش، وعشان ما تجيش المكتب يعني ممكن ارتكب جنايه كل يوم بتنزل الشركه وتيجي تقول لي اصل انا. وعلى فكره هي حصلت معانا الحاجات دي، بس احنا بنقول ما ينفعش لما تحصل معاك مره واثنين تحصل معاك تاني، يعني ما يصحش. انا حصلت معايا شخصيا كتير جدا وانا بتعلم، لكن دلوقتي انا ما بسمحش لنفسي. يعني طب هيروح لمين تاني؟ لما جاي المحامي شغال في الشركات تروح ترجع له بعد تقول له اصل ده في غلط، وبعدين نضطر نمضي تاني ونختم تاني، وفضيحتك بقى فضيحه، كل شويه رايح جاي بالورق عند رئيس مجلس الاداره عشان يمضي لك، هيغيره قولا واحدا هيشوف محامي تاني. فما ينفعش انك انت تعمل اجراء مش مظبوط. باخد العقد عقد التعديل بذكر في الديباجه والتمهيد اللي هو موجود اصلا عندك في العقد، وبعد كده بقول الماده هعدي الماده كام؟ لو هرفع راس المال يبقى اعدي الماده 6، يبقى راس مال الشركه الماده 6 قبل التعديل، راس مال الشركه 1,000,000 جنيه موزعه على 100,000 سهم، كل قيمه سهم كذا والمكتتبين فيه كذا، والكلام اللي موجود اصلا عندك في عقد التاسيس وفي النظام الاساسي. الماده 6 بعد التاسيس بعد التعديل اصبح راس مال الشركه 10,000,000 جنيه موزعه على كام مليون سهم. 90% بيستتبع المادة 6 تغييرها، بيستتبع تغيير المادة 7 اللي هي هيكل الملكية. يا إما ناس دخلت يا إما ناس خرجت. وحتى لو ناس ما دخلتش وناس ما خرجتش، فأنت لما رفعت رأس المال اللي كان بيملك 100 سهم أصبح يملك 200 سهم. ف90% طالما غيرنا 6 بنغير 7. وده جمعية عامة غير عادية. وده جمعية عامة غير عادية باخدهم في قرار واحد، قرار المادة 6 قبل التعديل بعد التعديل، 7 قبل التعديل بعد التعديل. بعد كده بيمضي رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وفارز الأصوات وأمين السر، وبروح أتقدم بيهم. لو مشكلة، لو شركة فيها مشاكل وأنت عارف إنه فيها مشاكل تعملها زي ما بيقولوا الكتاب. وطالما هو جابه عشان تعمل له الجمعيه يبقى الشركه فيها مشاكل. فما فيهاش مشاكل احيانا بيكون عندك موكل، وزي ما بيقولوا انت مربيه على ايدك وبتاعك، ومعاه شركه مساهمه مراته وعياله. دفاتر الشركه عندك في المكتب، اختام الشركه عندك في المكتب، كل يعني انت اصلا الشركه انت يعني تقريبا هو بيرفع سماعة التليفون عايزين 1 2 3. أنت بتسهله لكن ما بتخالفش. بتعمل كل حاجة وبتروح تخلص كل حاجة لأنه هو ومراته وعياله، فيعني هي دي الجمعية العامة الأسرة، هو ابنه
واثنين هو 90% من الشركات اللي شغالة عندنا بالنظام ده. لكن لو شركة فعلا فيها شركاء مختلفين مع بعض دي اللي بتحصل فيها المشاكل. وحاليا السوق عندنا الشركات المساهمة من 7-8-9 سنين ابتدت تبقى هي المسيطرة على وخاصة عمليات الخارج والشركات المش مدرجة في البورصة، والمشاكل فيها كترت جدا ما بين مساهمين مع بعض، ما بين ملاك مع بعض، ما بين مجلس الإدارة والمساهمين، ما بين مراقب الحسابات، والدنيا كلها مشاكل في الشركات المش مدرجة. خلصت انت جمعيات واعتمدتهم، طيب هو ممكن يحتاجك في ايه تاني المؤسس كده؟ موضوعك انت الشركة المساهمة خلص؟ لا، انت لسه قدامك شغل كتير جدا جدا جدا. لو في مشكلة حصلت ما بين الناس اللي انت اسست لهم وما بين باقي المؤسسين، 90% محامي الشركة بيكون مع المؤسسين لان هم اللي عملوا له توكيلات، و 90% اللي عمل التوكيلات بيكون هو اللي مشكل مجلس الإدارة. فلما بتحصل مشكلة بتلاقي نفسك انت لا إراديا او الواقع فرض عليك انك انت تصبح مع مجلس الإدارة اللي هو او المؤسسين هم جابوه. لو حصلت مشكلة الهيئة العامة للاستثمار ليها دور كبير جدا اليومين دول. انت ممكن تدعو لعقد جمعية عامة عن طريق الهيئة، وده لازم يكون يملك 5% او اكتر من الاسهم، او ممكن تطلب تقدم طلب تفتيش على اعمال مجلس الإدارة وده لازم يكون معك 10% من الأسهم، ولازم تجمدهم، ولازم تودي شهادات الأسهم، وده ليها شغل كله إجرائي ولكن حساس جدا جدا جدا، بالذات في شركات المساهمة، بالذات في شركات المساهمة. أي خطأ إجرائي في شركات المساهمة بيؤدي إنك أنت تخسر الموكل بتاعك والدعوة بتاعتك. لو أنا هنتكلم عن عقد الجمعية العامة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في حالتين. الحالة الأولى ممكن لو احنا أعضاء مجلس الإدارة أصبحوا 2 فما فيش مجلس إدارة، فمين اللي هيدعو؟ أنا بقدم طلب الهيئة العامة بقول اعقدي جمعية عامة للمساهمين والمراقب الحسابات وأدي جدول الأعمال، أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أعين شكل بس، مش عايز أكتر من كده. بتعقد الجمعية، بتعقد الهيئة العامة للاستثمار وبتشكل مجلس إدارة، أو إني أنا أروح أشتكي، أنا أروح أقول لا ده أنا عايز أعقد جمعية عامة من خلال الهيئة عشان أعمل 1-2-3. 1-2-3 دول ممكن أكون عزل مجلس الإدارة، ممكن يكون لتغيير مجلس الإدارة، ممكن يكون لعزل مراقب الحسابات، أيا ما كان أسبابي إيه. الهيئة العامة للاستثمار بتعمل ايه؟ بتروح بعت جواب مسجل بعلم الوصول لرئيس مجلس الإدارة بتقول والله احنا أعضاء مجلس الإدارة من نكون 5% عايزين يعملوا جمعية عامة، ادعوا لجمعية عامة، وبتدي له مهلة. لو هو دعا خلاص وناقش جدول الأعمال الموضوع انتهى، ولكن لو ما دعاش تتولى الهيئة العامة للاستثمار دعوة الجمعية العامة وتعقد الدعوة. لو عايزين نعطلها في امور كتير تعطل بيه، لو عايزينها تعقد ممكن احيانا تكون في مصلحتنا تعقد، ما فيش مشكله. ده بالنسبه للشركات المساهمه. لو انت عايز تعمل اعمال التفتيش، يعني ايه تفتيش؟ يعني انا بقول والله انه في مجلس الاداره في مخالفات 1-2-3-4، انا عندي مستندات فيها 1-2-3-4. لان انا لو عايز احاسب مجلس الاداره جنائيا هستند للمادة 113 مقرر عقوبات وهحبسه. كل رئيس مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة بشركة مساهمة اختلس أو سهل زيها زي الموظف العام، زيها زي الموظف العام. أنا الكلام ده هثبته إزاي؟ إنه في تلاعب عن طريق تفتيش، تفتيش في الهيئة العامة للاستثمار. الناس لما بتقدم طلب لازم يكون معاك شهادات الأسهم، عشان لازم تجمد شهادات الأسهم. يعني ايه تجمد شهادات الأسهم يا شباب؟ يعني اخد شهادات الأسهم دي
اروح اوديها البنك او اوديها اي مكان ايداع واقول له انا هعقد جمعيه عامه، او اوديها مقر الشركه واخد شهاده ان انا مجمد الاسهم بتاعتي لعقد جمعيه عامه. ما ينفعش تتداول الاسهم اثناء انعقاد الجمعيه. لو انا ما معيش الشهاده دي مش هينفع اعقد، مش هينفع اقدم طلب للاستثمار نتاعك، ولا ينفع اعمل تفتيش على اعمال الشركه. ولو انا مش معايا الشهاده دي وانا محامي الشركه وعايز انكل بالمساهم، اسيبه يحضر مجلس الاداره مجلس الجمعيه ويقول احنا في الجمعيه مجتمعين، هعين اخلي رئيس المجلس يعيني فارز اصوات معاهم واقول له لو سمحت فين شهادات الاسهم؟ جمدتها؟ طبعا هو مش يبقى ما تحضرش. ازاي ومش ازاي؟ قانون ولا مش قانون؟ القانون بيقول لك انه الجمعيه العامه عشان تحضرها لازم تعمل ايه؟ تجمد الاسهم. 90% ما بجمدش، بس الامور ماشيه. لكن لما نيجي نطبق القانون، جمدت الاسهم هتحضر، ما جمدتهاش مش هتحضر. وروح اشتكي في اي مكان في العالم، انا بطبق اللائحه. القانون بيقول انه اللي هيجتمع اللي هيحضر مجلس الاداره اللي هيحضر مجلس الجمعيه يكون مجمد الاسهم. انت ما جبتليش ما يفيد الموضوع كده. واحيانا بنعملها لما بنعوز نمرر قرارات فيها خلاف في الشركه، وده بيحصل. اليومين دول بقى طلع التشريع قانون 4 برضه، قال لك لازم الشركات قبل 17 واحد سنه، يعني 17 واحد تعمل حاجه اسمها قيد مركزي. دلوقتي لازم الشركات تروح مصر للمقاصه تقيد اسهمها في مصر للمقاصه. بيجي لي هيكل ملكيه في مصر للمقاصه، والله الشركه دي وضعها كذا وبتعمل كذا والمساهمين فيها 1 2 3 4 5. خلاص مفيش لعب. اللعب بتاع زمان مش هينفع دلوقتي. حاجه اسمها الحوكمه. وما تصرفش ارباح الا من خلال مصر للمقاصه. يعني كل جنيه من الاخر داخل طلع الشركه اصبح تحت بصر الحكومه. خلاص انك انت تطلعها خسرانه، انك انت تطلعها بتاع اليومين دول مش هينفع. ده بالنسبه للجمعيه العامه العاديه وغير عاديه ومجلس الاداره وشركات المساهمه. واعتقد ان احنا كده نكتفي بهذا القدر، لان انتوا يعني شكلكم كده نايمين. شكرا.